أخبار اليوم. والله يعني أنا كنت متضايق أول ما نزلت شرم الشيخ للأمانة، يعني حسيت بعض حاجات كده ما انبسطتش، ولكن أنا بالروح الموجودة دلوقتي موجود، مش هقول بقى الأساتذة العظام الفنانين، لا الوطنيين بجد والمواطنين المصريين، أنا شايف إنها أزمة بإذن الرحمن هتعدي. مصر عدت بأزمات كتير وعدت لأصالة البلد دي وأصالة شعبها وقوتها وقوة جيشها، فمعرفش دب فيها الأمل دلوقتي، إن شاء الله هتعدي والسياحة هترجع ومصر هترجع أقوى من الأول. وطبعا تعزية لكل ضحايا الإرهاب في كل مكان في العالم، وتحيا مصر. شكرا.